السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف عملة دولة جزر القمر. قدامنا 500 فرنك قمري، زي ما انتم شايفين العملة وجه باللغة الإنجليزية ولجه وجه باللغة العربية. طبعا دولة جزر القمر دولة عربية. بعد كده عندنا 1000 فرنك قمري، عليها صورة سمكة كبيرة باللون الأزرق وعلامة مائية من تحت. بعد كده عندنا 1000 فرنك من الخلف، عليها مواطن محلي يقود مركب. بعد كده 2000 فرنك قمري باللون الأخضر، وزي ما انتم شايفين عليها مسجد. العملة إصدار سنة 2008. بعد كده 2000 فرنك قمري من الخلف، عليها بعض البيوت القمرية وعلامة مائية على الشمال. بعد كده 2500 فرنك قمري، عليها بعض صور بعض القبائل القمرية، بنت متوسط العملة وسلحفاء مائية على ظهر العملة، على صورة 2500 فرنك قمري. بعد كده 5000 فرنك قمري، عليها قائد من القائدين القدماء في دولة القمر، علامة مائية في النص. و5000 فرنك قمري باللون الأحمر وعليها شجرة متوسطة العملة. بعد كده أكبر ورقة في دولة جزر القمر، 10000 فرنك قمري باللون الأصفر وعلامة مائية سودة في النص. ومن الخلف 10000 فرنك قمري باللون الأصفر. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الفيديو.